كما أكد النائب العام سعود المعجب أن الجهات المختصة قامت بتشكيل لجنة لتسيير أعمال فرع النيابة العامة بالدمام لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين. لا شك الآن من سماعي للمسؤولين في الدفاع المدني بأن الحريق بدأ من الأعلى، وهذا غالبا من مكان المكيفات، ولكن هناك لجنة الآن للتحقيق بإذن الله تعالى، ونحمد الله أن سلامة جميع الموظفين، لم يحدث ولله الحمد أي إصابة، وكذلك أيضا المعاملات ولله الحمد في الحفظ، وبإذن الله تعالى إن شاء الله بعد قليل سوف نقوم برئاسة لجنة في هذا المكان في مقر إن شاء الله تعالى في الخبر بإذن الله، بإذن الله حتى الأعمال بإذن الله تستمر إن شاء الله تعالى في هذا الفرع، وأيضا جميع المعاملات. وقد وضعنا الخطط في من أجل هذا اليوم أو هذا الأمر، فهناك خطط موضوعة من السابق لمثل للحوادث، ومن أجل أن لا يتوقف العمل في النيابة، وبإذن الله تعالى بعد قليل سينتهي إن شاء الله تعالى على الاستعداد للخطة وأيضا تنفيذها من ابتداء من الغد إن شاء الله تعالى.